اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر لين، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه والتي تراجعت مؤشراتها جماعيا لدى اغلاق تعاملات جلسه اليوم الاحد اولى جلسات الاسبوع، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي جي اكس 30 بنسبه 1.43% ليبلغ مستوى 10,366.44 من النقطه. كما هبط مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه جي اكس 70 بنسبه 1.64% ليبلغ مستوى 2,677.93 من النقطة. شملت التراجعات أيضا مؤشر جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 1.53% ليبلغ مستوى 3,615.61 من النقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 54.23%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.31%، أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 5.83%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.8 مليار جنيه، منهيا التعاملات عند مستوى 696.4 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 2.4 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، مزيد من التفصيل والتحليل سعدني أن تكون معي ضيفة في الاستوديو الأستاذ جيهان يعقوب، العضو المنتدب بإحدى شركات الأوراق المالية خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك. أهلا بك. هستاذن حضرتك والسادة المشاهدين، هنخرج نتابع التقرير التالي ثم نبدأ تحليل لهذا الأداء، ابقوا معنا. في أولى جلساتها لشهر أكتوبر تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي في دلالة على الحركة النزولية لأغلب أسهمها في نهاية التعاملات. البورصة تأثرت بضغوط بيعية قوية من المستثمرين الأجانب والعرب، قابلتها دفوع شرائية من المستثمرين المصريين لم تفلح في تحويل دفة المؤشرات نحو الصعود. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 6.8 مليار جنيه ليصل إلى 696.495 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت 2.480 مليار جنيه، نحو 1.186 مليار جنيه منها تداولات في سوق الأسهم، وقرابة 1.265 مليار جنيه أخرى تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 انخفض بنسبة 1.43%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.64%، وطالت موجة الهبوط مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 1.53%، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بالسوق، حيث هبط 96 سهما من 195 سهما جرى التداول عليها، بينما هبط 23 سهما واستقر 76 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. واعتبر المحللون الإغلاق الإيجابي لمؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 نهاية الأسبوع الماضي وتقليص جزء من خسائره الأسبوعية بداية إيجابية تدعم ارتداد المؤشر لأعلى مستوى 10,700 نقطة إلى 10,800 نقطة خلال الأسبوع الحالي. شاهدينا بعد أن تابعنا التقرير نبدأ تحليلنا لهذا الأداء في السوق اليوم مع ضيفتي الأستاذ جيهان يعقوب. يعني أستاذ جيهان، اليوم السوق متراجع، هو الحقيقة حتى التراجع دي يعني ملاحظ من المراقبين أنها عملية بقت شبه دورية، مش مسألة بقى جمع جني أرباح أو مسألة بتتوقف على أن السيولة ضعفت النضة فبيحصل تراجع. لا، التراجع دايما اصبح زي ما نقول ايه، عنصر بيهدد المستثمر. شايف حضرتك اسباب التراجع في بدايه الاسبوع ايه؟ احنا اولا ماشيين في اتجاه عرضي بقالنا 18 شهر تقريبا. الاتجاه العرضي ده بيبقى فيه ضعف سيوله، بيبقى فيه عدم وضوح رؤيه للمستثمرين، والبورصه الماليه وبورصه الاوراق الماليه في حد ذاتها هي اداه تمويليه بس حساسه لكل الاتجاهات السياسيه والاقتصاديه والعالميه والداخليه. صحيح. يعني
حساسيتها للمؤثرات عموما دي ميزة فيها، لأن هي سريعة الليكويديتي، وده مؤشر جيد أن المستثمرين بيتفاعلوا مع الأخبار وأي كان أسباب بيعهم إيه، فدي كل قطاع وليه أسباب البيع بتاعته يعني. بس في النهاية أنا اتجاه عرضي بقالي 18 شهر تقريبا، منهم 7 شهور إيجابي و11 شهر سلبي على البورصه. يبقى موزعها ايام الاقي مره طالع منازل بالظبط على ارتفاع وزوال يعني مجمل الخسائر فيه اعلى من مجمل الارباح. طيب هل الاتجاه العرض اللي حضرتك بتقولي عليه ده يعني عايزين نكسره بقى؟ الاوضاع الاقتصاديه والمؤشرات والاداء الاقتصادي في مصر هو متميز بشهاده المؤسسات الدوليه، النتائج والاعمال ومشروعات التنميه ايضا هي متميزه، كل الحوافز بتتوفر بشكل او باخر، لكن بتتصور حضرتك ايه الشكل او ايه الامتيازات او ايه القوة اللي ممكن تكسر هذا الاتجاه العرضي فوق؟ هو الملاحظ كمان ان وده تساؤل يتحط كده ويدرس، ان البورصة تسبق الاقتصاد بالدراسات حوالي 6 شهور تكون هي مؤشراتها جيدة قبل الاقتصاد. اللي حاصل في حالتنا ان الاقتصاد بمؤشراته في تحسن عن البورصة. وده مش عامل او اتنين او تلاتة، ده ممكن يدرس بتحديات كتيرة جدا. ليه نقول مثلا ليه سيولة؟ انا من وجهة نظري مثلا لو مسكت فئة مستثمرين، قسمت فئات المستثمرين ودرست ايه الليكويديتي، اسباب الليكويديتي عندهم. وفي عامل مهم تاني عدم الامان لبكرة، سواء انا فرد مستثمر كموظف او فرد مستثمر كصاحب. احساسه زي الكورونا بقى اللي بتحصل، احداث عالميه احداث كتير مؤثره عليه مخلياه متجه ناحيه الادخار اكتر. ده لو باقي منه سيوله، وشهيه الاستثمار عنده قليله، راس المال كان عالي. لان الاستثمار محفوف بالمخاطر، وانا هاجي بعد كده ازاي اقلل مخاطر الاستثمار دي. تمام. الليكويديتي تانية اللي انا بلاحظها بالنسبه للافراد، ودي يا ريت نفكر فيها لانها تحل مشكله كبيره قوي. في 2008 العقارات عملت موف حلوه جدا. اوكي، فالناس قالت الله استثمار كويس، يلا نحط فيه فلوسنا. تمام. اصبح اللي عنده اسيت بيعلى قيمته بس مش عارف يتخلص منه. فاصبحت في سيوله ايا كان بقى، في شاليه، لكن كان عمليه استثمار عقاري اتجاه في الاستثمار العقاري، لكن كان جنبه استثمار بس ما عندوش سيوله بالظبط. بس هو الليكويديتي جزء من كبير عنده من الليكويديتي اتحبس في عقار. فاحنا لو فكرنا في طريقه الريسيل بتاع العقار دي بطريقه جيده، اعاده بيع، تضخ سيوله في البلد وفي ايد المستثمرين الافراد اللي هي سيوله محدوده. تمام. اوكي، ده قطاع الافراد، ده عشان كحل الافراد بشكل عام. طيب خلينا اتكلم على ادخل برضو منطقه ثانيه، اسعار الاسهم هي مغريه فعلا، واصله عند دعوم واسعار متدنيه، يعني كان حصل كلام كتير في مساله القيمه العادله، هي دون القيمه العادله بكثير. ايه السبب اللي مخلي ان محافظ المستثمرين الافراد ما بتعلاش وما بتزيدش؟ بيخاف لانه يشتري في القيمه المتدنيه دي. لو بصيت على الصناديق والمؤسسات ايضا هي ما بتشتريش في القيمه المتدنيه دي، ايه الاسباب المؤديه لذلك يعني؟ اتجاه الافراد غير اتجاه المؤسسات. اتجاه الافراد هو في بوتوم السوق بيسيطر عليه الخوف اكتر. هنا السمارت ماني ليها دور في الدخول، لانها تخش في استثمارات وقت ده. السمارت ماني ديت اللي هي دارسه، اللي هي عندها اموال، مش عنصر المخاطره، عنصر المخاطره عندها محسوب. بس تيجي ابص مثلا المؤسسات تخش في فري فلوت قليل، لا هي عايزه برودكت تقدر تضخ فيه بسهوله. منتجات المؤسسات يعني عايزه تروح جديده بالظبط، عايزه منتجات او شركات ليها بوتنشال جروث عالي. عايزه شركات فيها فري فلوت كبير. تقدر تدخل استثمارات كبيره، وفي الديستريبيوشن تقدر تتخرج من السوق. تتخرج من السوق امتى؟ فهي اي فند يخش وفي عدد شركات محدود. احنا وصلنا لعدد شركات
اقل من 25% من العدد اللي موجود في بدايه الالفينات. يعني احنا عايزين طروحات جديده، ده امر اصبح قاطع، امر لازم. تمام، ملح وحاجات ليها بوتنشال. الكلام اللي دلوقتي مثلا هبتدي برضو هنروح لنقطه ثانيه، احنا قلنا ان المستثمرين مصنفين وفئات، طب هل في حاله تدني او في ظروف تدني اسعار الذهب ممكن يتجه بعض المستثمرين الافراد لمساله الادخار في عمليه الذهب او الاستثمار فيه، ومن ثم ده ينعكس على قله ضخ اموال في البورصه، ام كيف ترين اتجاه المستثمرين الافراد للذهب حاليا؟ هل ممكن يحصل كده بسبب ان ساعات في ناس بتفكر يقول لك لا طب انا برضو عندي ملاذ امن بالنسبه لي، فبدا البورصه ما يتحرك عرضي هيفضل الذهب ملاذ امن. بس حتى الذهب برضو يعني تحت ضغوط، وبرضو ماشي في منطقه السايد واي اللي ما بين 1700 دولار ل 1800 دولار. تمام. اولا هو يفضل تحت ضغوط، دي كان مؤشر جيد ليا ان الشركه الصينيه ما تبقاش توصل او توصل ان تبقى ازمه عالميه. يعني عن طريق الذهب قدرت اقول ان الشركه الصينيه في العقارات مش هترتقي انها تبقى ازمه عالميه. اه لا على قد حجمها. انا كنت هجيب سيرتها بشكل او باخر، بس واضح ان تاثيرها عابر. يعني الذهب كان مؤشر جيد ليا. بس الذهب هيفضل مش وقت الاستثمار الآمن ليه دلوقتي، لأن الذهب مرتبط بتصريح حصل فيه الفترة اللي فاتت من الإدارة الأمريكية إنه هو هيوصل لتقليص شراء السندات. تمام. بداية من نوفمبر بشرط. الشرط ده إن اتحقق هيتحقق ده. تمام. إنه يلاقي تقارير التوظيف جيدة مقبولة. فلو هو طلع تقرير التوظيف مقبول عنده هيبدا يقلص برنامج شراء السندات، هيخلص من ويبدا يتجه بقى برضه لسوق المال للبورصه وللسوق. في الفتره دي هيفضل الذهب تحت ضغط. ان تم تنفيذ البرنامج ده هيخلص في منتصف 2022. يعني هو يعتبر قريب يعني متوسط يعني. اعتقد لو لو البرنامج ده اتنفذ هنفضل فتره في تحت ضغط. تحت برضه ده. طيب خلينا نتنقل لنقطه ثانيه، وهي برضه الكلام ما بيقفش فيها، يعني في على حسب ما تداول بين الخبراء والمتابعين للسوق، النقابه الماليه دعت القائمين والمتخصصين والممارسين في سوق المال على انها تحصل عمليه نقاش لايه الامتيازات لموضوع الطروحات لمساله الضرائب واللغط حوالين الضرائب. فالضرائب يعني انا لاحظت في فريقين، انت حضرتك هتقولي معاني فريق وانا هدخل في الفريق الثاني. في فريق بيؤيد هذه الضرائب ويقول نشيل ضريبه الدمغه، ضرائب الراسماليه، ارباح الراسماليه، وفي فريق شايف ان لا هي مش وقتها خالص وتلغى تماما واخذ فيها قرار جامع مانع. انا اقول عليه بس فريق تاني. وفي فريق لا بالعكس هو شايف انها ممكن تبقى موجوده بس تتلغي او تتشال ضريبه الدمغه بس نتاجل برضو الميعاد. شايف حضرتك ايه؟ وانا همثل الطرف الثاني. هقول حاجه اعتقد حتى الفريق اللي رافض بس انا احب احلل الموضوع العناصر. اتفضل. استحاله احنا كشعب نشوف برامج التنميه دي كلها، وبعد ما قريت رؤيه وزاره الماليه في التنميه ونهضه الطرق اللي عندنا، نهضه الكهرباء، البنيه التحتيه، البنيه التحتيه بشكل عام، والقرى والعشوائيات والحاجات دي كلها اللي احنا عايشين فيها وشايفينها، فاستحالة مش هنقوم بواجبنا. بس نقوم بيه ازاي؟ تعال نحلل التحديات اللي بيواجهها سوق المال. عدد الشركات تقلص ل 25% ما كانت عليه. يعني عندنا مشاكل قيد. لازم ادرس القطاع ده خرج ليه؟ تم شطبه ليه؟ سواء اختياري او اجباري. لازم اشوف مشاكل قطاع وانميه. بالإضافة إن أنا بدخل شركات جديدة ليها بوتنشيال عالي جاذبة. أنا أحب إن أنا هدخل النهاردة بمليون عشان هطلع بمليون كذا. ونص. طيب حضرتك لما تحطي لي نقطة حطي لي حل، يعني دايما لما نشوف في عقبة قولي لي لا ممكن يعني خليني أقول التحديات. اتفضل. أوكي. حاجة تانية من المؤشرات اللي مش جيدة عندي إن السوق نسبة تداول الأفراد فيه 80%. ده مؤشر مش كويس. ضعيف. محتاجين نرفعه. ضعيف. فين المؤسسات؟
فين المؤسسات اللي تشارك؟ طب لازم اشوف المؤسسات دي عايزه ايه، سواء محليه او اجنبيه. كده اتكلمنا على عدد الشركات المساهمين، راس المال السوقي 14% من الناتج المحلي، ده رقم متدني جدا. لازم اشوف طريقه تنميه. بس انا لو يعني ايه، قيد الشركات موضوع كبير وممكن نتعرض له في وقت تاني. تعال نشوف المؤسسات، احنا اتكلمنا على الافراد ومجرد مقترح نحل الريسيل في الاسيتس المركونه والتراكمت عندهم ولا حاجزه جزء من الكبير من السيوله. في الاصول اللي هي الريسيل اتفضلي. يمكن ما اعرفش وانا جايه كده سرحت، طب ليه ما يجيش فند يشيل الريسيل وهو اللي ياخد عجله التنميه الثانيه في القطاع ده؟ بس يحصل خارجي يعني حضرتك بتصور على كده راس مال خارجي، اي حد عنده شهيه الاستثمار، ما هو الحاجات دي قيمتها برضو هتزيد. بس بدل ما قعد الافراد اللي هي قدرتها محدوده في السيوله، طب ما يعني اديها شويه انفراجه واخليهم يطلعوا بالسيوله بتاعتهم وحد مستثمر اكبر ياخد الريسيل. بس انا عايز ابعاكس مركز كلامي على منطقه سوق المال، يعني اقصد طرح امتيازات عشان اطلع بسيوله لازم اوفر سيوله للافراد. تمام، تعال بقى للمؤسسات المحليه والاجنبيه. المؤسسات المحليه اتكلمنا ان هي عايزه فند تخش فيه بكميات كبيره عشان تعرف تبتدي تنفذ برنامج الاشتراك بتاعها، او ايا كان شكله او امتياز، حتى لو هشتري في اكيوميليشن ويبقى عندي قدره اعمل ديستريبيوشن فيه. كمان المؤسسات والافراد المحليين محتاجين اليات تشتغل في السوق الهابط زي ما بتشتغل في السوق الطالع. انا بخش اطبق اليه بصرف النظر السوق هو شغال ازاي. تمام. بكسب ايا كان حاله السوق. ارتباط موضوع الضرائب بهذا الامر ايه؟ لا ما هو دلوقتي مثلا الافراد، اصل انا بفكر، انا بكلم حضرتك على ان انا فرد جوه البورصه، محفظتي 5000 10000 جنيه لحد ماشي لحد 50000 محفظه ضعيفه 100000. اتفضل. هقول ما هي كل اللي انا بقوله، العناصر اللي برصها ديت كلها هتصب في ايه؟ هتصب في عمق السوق، في النهايه هتصب في مصلحه البلد كلها. تمام. في عمق للسوق وكفاءه السوق. اوكي. طب كفاءة السوق ازودها ازاي؟ من العناصر اللي بقولها، السيولة اللي عند الافراد والامان ليهم في التريدنج. خايف من الضرايب، خلينا اكلمك انا. ما هو الضرايب ماشي. اوكي. امتى المستثمر بيخف؟ امتى بيخف؟ وهو خسران. لو انا هرجع لحضرتك حاجة بس هقول حتة بس تهمني. بس انا عايز الحق وقتنا، عايز استفيد من وجود حضرتك معايا. اتفضل. حتة المؤسسات الاجنبية، استثمار مباشر والغير مباشر. الاستثمار المباشر احنا في امس الحاجه ان انا اعمل له عقود اجله علشان احمي رؤوس امواله من التاكل، وان ارتفاع سعر الخامات لو هو داخل مناقصه بكذا وحاطط سعر الخامه كذا ما جيش الاقيها تضاعفت بعد سنه وهو واخد عقد 5 6 سنين. فلازم اطبق اليه العقود الاجله والاليات برضو اللي تخلي. بس عشان قدامنا دقيقه. حاضر. معلش مستعجلك، انا بس بتكلم كفرد، في فعلا اليات زي ما حضرتك بتوضحي. بس الأفراد. انا كفرد انا خايف. الافراد لو انا رجعت لل 18 شهر سايد واي، هو بيبذل مجهود عشان يكسب يعني لو شفت نسبه المكاسب السبع شهور لل 11 شهر، هو اللي كسبه بيضيعه. فهو اوريدي تحت ستريس. لو انا شفت الافراد من 2005 ل 2008 بيخش يستثمر بشهية استثمار عالية، ما بيقولكش نعمل له ايه؟ ما بيقولكش. لا، هي حاجة نفسية. ان هو وفرت له الامان في السوق. طيب انت شايف حضرتك في ظل برضه هو رؤيته مع تجاربه مع مسألة الحدود السعرية والاغلاق ومزاد وما الى ذلك، متوقع حضرتك نفضل في الاتجاه العرضي يعني مستمر فيه فترة، ولا هيبقى في كسر لهذا الاتجاه العرضي في هذا الاسبوع؟ انا بتكلم حتى على مدار اسبوع او الرؤيه البسيطه شهر. لا ما اعتقدش ان فيها يحصل كسر الاتجاه العرضي. يعني عندي نقط مهمه جدا، 10 800 و11 100، دي صعبه. صعب. انا معلش وقتنا، انا محتاج برضو استفيد كنت من حضرتك، بس ان شاء الله هيبقى لنا اكتر من حديث في هذه الطرح المقترحات اللي ممكن تنمي بالنسبه لسعر الفرد. بس وقتنا عشان البانوراما
وان شاء الله هيكون لنا فتح لهذا الملف. المقترحات دي مهمه جدا عشان هم في صدد مناقشتك الان. اشكرك. في نهايه حلقه نظر انا بشكر حضرتك استاذ جيهان يعقوب العضو المنتدب احدى شركات الاوراق الماليه وخبير اسواق المال. شكرا يا استاذ جيهان. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر النيل. الى اللقاء حلقه غد فريق عمل جديد. دمتم في امان الله.